الكلب الشجاع حكاية من التراث السويسري. كان يا ما كان في قديم الزمان، كان هنالك كلب شجاع يعيش في جبال الألب. جبال الألب ما بين إيطاليا وسويسرا وفرنسا يبلغ ارتفاعها أكثر من 4000 متر. ولكن حتى في جبال كهذه كان المسافرون منذ زمن بعيد يجتازون القمم، ومن بينها قمة برنار أكثر القمم ارتفاعا. الجو هناك متقلب جدا، حيث العواصف الرعدية والثلجية المفاجئة. عند محاولة عبور هذه القمم فقد الكثير من المسافرين أو تجمدوا حتى الموت. يجب أن أجد طريقة لإنقاذ المسافرين. كان هذا المفكر يدعى سان برنار. أقنع برنار الناس في المنطقة لمساعدته على بناء بيت في أعلى المنحدر، وجمع العديد من الكلاب السويسرية القوية وعلمها طريقة العثور على الناس الضائعين وكيفية مساعدتهم. وتعلمت الكلاب بأنه عند العثور على شخص ما عليها أن تنبح بوضوح، ثم عليها أن تضع جسمه في وضع يستطيع معه أن يشرب من الدواء المنشط الذي كان يوضع في أوعية معلقة حول أعناقها. الكلاب المدربة على هذه الطريقة كانت تركض حول ممرات الجبال أثناء الشتاء الحاد والعواصف الثلجية، وهي تقوم بعملها هذا لمساعدة وإنقاذ حياة العديد من المسافرين. الحمد لله، لقد نجوت. مرحبا أيها السيد. أهلا بك. أهلا. شكرا أيها الكلب، لقد أمددتني. شكرا شكرا. خيرا فعلت يا بادي. هل اسم هذا الكلب بادي؟ هذا صحيح، اسمه بادي. إنه واحد من أمهر الكلاب في هذه المنطقة. إنه ذكي، ذكي جدا. سوف لن أنساك أيها الكلب الوفي، لن أنساك لن أنساك. هيا هيا تعال واسترح قرب المدفأة، تفضل. إنه كلب ذكي، لقد أنقذ حياتي. بادي، أنت أيضا تشعر بالبرد، هناك حليب لذيذ في انتظارك، هيا اذهب. بادي، إلى أين أنت ذاهب يا بادي؟ ترى إلى أين ذهب في هذا الجو العاصف؟ إنه لا يستريح أبداً. كان الثلج يغطي المكان كله بحيث لا يمكن أن نرى أي شخص، وراح بادي يبحث ويشم هنا وهناك. واستمر الكلب في البحث وكأنه يعلم بأن هنالك من يحتاج إلى مساعدته. أخيرا اكتشف شيئا. إنها طفلة. يا للصغيرة المسكينة، كان جسمها متجمدا. ماذا يفعل بادي من أجل الفتاة؟ إذا لم يقم بالمساعدة سريعا فقد يفوت الأوان. واحتضن الكلب الوفي الطفلة بحرارة جسمه لكي يدفئها. يا إلهي، أرجوك أن تساعدني في إنقاذ حياة الطفلة. كأن صوت الكلب يقول هذا المعنى. وبهذه الطريقة حمل الكلب الطفلة على ظهره وسار بين الثلوج.
كل شيء الآن على ما يرام. إن الفضل لبادي فقد أنقذ حياة إنسانة أخرى. أوه بادي، لقد قمت بعمل جيد جيد جدا. أنقذ بادي حتى الآن حياة 40 شخصا تائها في الثلوج، ولكن عندما حاول إنقاذ حياة هذه الفتاة كانت هناك عاصفة ثلجية رهيبة، وكان من المستحيل الرؤية من بعيد. وعندما حاول بادي إنقاذ حياة المسافر 41 كانت هناك عاصفة ثلجية رهيبة، وكان من المستحيل الرؤية من بعيد. وخرج بادي وهو يصغي بانتباه وبأنفه الحاد يبحث عن أي شخص في مأزق. لقد عبر الغابة إلى أسفل الوديان واقترب من شخص في مأزق فعلا، لكي يمكنه من شرب الدواء المنشط المعلق حول عنقه. مهما حاول بادي ليقول لست ذئبا، لن يفهمه ذلك المسافر فاقد الوعي. ولم يبق للكلب أي خيار سوى العودة إلى البيت. ولكن بادي لم يستطع أن يركض بسبب جروحه البالغة، وأصبحت الممرات الصخرية مجهدة ومتعبة بالنسبة له. بادي مرة أخرى. بادي، ماذا حدث لك؟ إنك جريح، هيا أدخل، يجب أن أعتني بجرحك. بادي، أين تذهب؟ توقف، يجب أن أعالجك. بادي، عد يا بادي، بادي. فهمت، هيا أرينا الطريق. بادي، هل أنت بخير؟ ولم تعد لدى بادي الطاقة الكافية للرد. كان بادي يستخدم ما تبقى لديه من طاقة ليوصل سيده إلى المسافر التائه، وضعف نظره شيئا فشيئا. هل أنت بخير؟ بادي تماسك. وضعفت كذلك حاسة شمه القوية، واستخدم بادي آخر ذرة من طاقته ليتقدم، ولكن انظر، هناك شخص ما. إنه فاقد الوعي، لا يزال على قيد الحياة. دعنا نأخذه إلى البيت لنهتم به. وبينما كان بادي يستمع إلى أصوات الرجال، تضاءلت قوته شيئا فشيئا. بادي كان يحلم، لقد حلم بأنه لا يزال صغيرا يلهو ويمرح في الثلوج. وما أن انتهى من حلمه حتى فارق الحياة.
والآن بادي نائم في أعماق جبال الألب، ولكنه لا يزال حيا في قلوب الناس، وسيبقى كذلك إلى الأبد، لأنه أنقذ حياة الكثيرين من موت محقق.